بتفهموا عند المس فريدة، وأنا بعرفش أشرح، أنا بجي على المدرسة على الفاضي. سكروا الباب وتعالوا ورايا. إيش في مالكم؟ ليش هيك ماسكين العصا؟ مالكم؟ يلا ارفع إيدك هيك، ارفع. يلا خلينا نبدأ الدرس اليوم. صفر صفر يا ربي، إيش هالعلامات اللي بيجيبوا لي إياها؟ بخربشوا لي على الامتحانات. صفر، والله ما حدا جايب علامة زي الخلق. غلط 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 كمان. شو حال في الامتحان انت؟ غلط. مين هذا؟ صفر يا محو، الله ينكبك يا محو. صفر، والله من عارفة ليش جاي على المدرسة، بتلعب ولا بتدرس؟ ما انتوا لو بتاخدوا دروس خصوصي عندي كان بتجيبوا علامات زي الخلق. الله ينكبكم كلكم. مستر 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 استنت. ها حدا بيجي ولا حدا بتنيل؟ كلكم شرفتوا، اهلا وسهلا. مش تهر سعيد مصر بالبندوره ولا بتيجوا تلعبوا على المدرسه مش تدرسوا؟ واضح انكم من الاوائل. وانت التراث اللي بيسيبوا لنا الاجداد شو هو؟ كاتب لي المانجا. اي مس ست وست بيجيبوا لنا مانجا. بيجيبوا لك مانجا؟ شاطر كتير انت، هذا اللي بتجيبه في الامتحان. ها مس لو سمحت توزع الامتحان اليوم؟ بدي اوزع الامتحانات اليوم، ليش مستعجلة ان شاء الله؟ فاكر حالي جايبة علامة زي الخلق؟ كلكم راسبين في الامتحان، مش عارفة ليش بتيجوا على المدرسة وليش اهاليكم بيبعتوكم. تفضلي، صفر يا جنى، وانت تفضل، واحد من صفر خلي المانجا تنفعك اللي بجيب لك اياها سيدك وستك، وانت تفضل اضحك اضحك، مبسوط على حالك جايب لي صفر. وانت تفضلي، شو اثنين هذه؟ شو اثنين؟ مين جابهم معك ان شاء الله الاثنين؟ اخويا مس اخويا. اخوك اللي جابهم معك؟ خلي اخوك يدفعك، اطلعي لي برا يلا بسرعه. اخويا بترد علي كمان. تفضلي برا. وانت اخوها؟ انت اخوها مش جايب حاجه، اذا الاثنين جايبهم معك انت شو جايب؟ ثلاثه يا مس. ثلاثه مبسوط، اطلع جنب اختك يلا، خلي اختك تدفعك انت الثاني. وانت يا صلاح تفضل، انت صفر، انت رجعي على المدرسه اصلا. مش على كيفي، ابوي بحكي لي روح على المدرسه. وليش فرحان كثير كده انه ابوك ببعتك؟ يلا طلعي معهم يلا، برد لسه كمان، ومبسوط انه ابوي ببعته على المدرسه. هي بتعرف تعلم المس، كم ما جبناش علامات زي هيك. احنا ايش ذنبنا؟ هي بتعرف شو تعلم. احنا اصلا ما بنفهمش من شرحها حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله. كل اللي ما تعوز في الامتحان تفضلوا يطلعوا برا يلا. يلا احسن ما صفر طلعتوا كلكم؟ ما ضلش حدا بالصف، ما شاء الله الكراسي انتوا وانتوا والكراسي واحد، كل الصف راسب، مش فاهمة ايش بتعملوا. ها؟ بس ممكن نحكي معك كلمة على جنب؟ ما تصاحبني بالمرة يا حبيبي، بدك تحكي معي كلمة على جنب، اتفضل اشوفك انت تحكي شيء مفيد. تفضل، تعال ايش بدك تحكي لي. والله يا مس انا مش حلش عشان كانت ماما تعبانة وبتدرسنيش وولدت ببو صغيرة. ولدت ببو صغير ولا شو دخلي ان شاء الله؟ اقعد يلا مع اصحابك اجري وقف، تدرس لحالك تستنى امك تدرسك كمان؟ يلا تفضل كل واحد مكانه، يلا كل واحد مكانه قاعد، تيجوا على المدرسة على الفاضي، يلا نبدا درس جديد. درس ايش؟ ما بنفهمش منها ايش؟ والله ما عارفة كيف صارت استاذة هذه. درس اليوم بيحكي عن الزراعة. الزراعة. صح شوية. انتوا ليش ان شاء الله بتاخدوش عندي دروس خصوصي؟ ما انتوا لو بتاخدوا عندي دروس خصوصي كان بتصيروا فالحين وبتجيبوا علامات كاملة بالامتحان، بس ولا حدا بياخد درس خصوصي عندي، ليش؟ بصراحة يا مس انا مش عايز دروس خصوصي. مش محتاج؟ عشان هيك جبت صفر عندي في الامتحان، لو انك بتاخد عندي كان جبت علامة كاملة. وانت يا ست ألمى ليش بتاخديش عندي دروس خصوصي؟ صراحة يا مس انه انا باخد دروس خصوصي عند المس فريدة. خلي المس فريدة تنفعك، خدي عندها دروس خصوصي. وانت يا سيد محا ليش ان شاء الله بتاخدش دروس خصوصي عندي؟ ولا تكون بتاخد عند المس فريدة برضه؟ انا يا مس بصراحة ما انا اشوف ليش عشان اروح نسجل دروس خصوصي. معكوش فلوس، معكو فلوس لحاجات وحاجات بس. وانت يا سيد حمزة ليش تاخدش عندي درس خصوصي برضه؟ والله يا مس انا باخد كمان عند المس فريدة درس خصوصي زي اختي. بتاخدوش عندي دروس عشان خلي المس فريدة تنفعكو، ماشي. وانت يا سيد جنى ليش تاخدش عندي دروس خصوصي برضه؟ والله يا مس انا باخد معهم عن مس فريدة، بس انا يا مس بديش اروح على المس فريدة، بس بابا سجلني غصب عني. بابا سجلك غصب عنك، حلو كتير، على اساس ان انت بتفهمي برضه عند المس فريدة، وما شاء الله عليكم ما حدش بيفهم من شرحي. وانت ان شاء الله اللي جاي غصب عنك على المدرسة، ابوك اللي بعتك،
برضو ليش تاخدش دروس خصوصي عندي؟ عشان بتعرفيش تفهمي. هلا صرتوا بتفهموش من شرحي وانا بعرفش اشرح. هلا صرتوا بتفهموا عند المس فريدة وانا بعرفش اشرح، انا باجي على المدرسة على الفاضي. طيب بما انكم كلكم بتاخدوا دروس برا وما حدش بيفهم من شرحي فلازم تتعاقب. ليش يا مس يتعاقب؟ حرام عليك على فكرة. انا ايش ذنبي يعني؟ والله بسجل معك انا مس بس عشان معناش مصار كتير. خلاص بديش برمز زيادة وكلكم قيام ارفعوا لي ايديكم لفوق. ارفع ايوه ارفعي لي ايدك لفوق. كلكم معاقبين عشانكم بتجيبين علامات كويسه في الامتحان وخليكم كده لاخر الحصه. ارفع مس انا ما ينفعش اريد اضل رافعها. ايدي بتجعني لما اضل رافعها. ايدك بتجعكش لما تاخدش دروس خصوصي عندي؟ ارفع ايدك يلا ما تقوليش ايدي بتجعني وما بتجعنيش. ماشي كلكم بدكم تضلكم رافعين ايديكم لاخر الحصه لحد ما اخلص اشرح الدرس. بعدين هذا مش ظلم على فكره، احنا ما عملناش شيء لك عشان تعاقبينا هيك. ظلم؟ اما تاخدوا عند المس فريدة دروس مش ظلم هذا. ارفع لي ايديك زي الخلق يلا كل ارفع ايدك فوق ارفع ايدك انت ارفع ايدك وكده انت ارفع كمان منيح يلا ارفع ايدك هيك ارفع يلا. خلينا نبدا الدرس اليوم. الدرس اليوم بيحكي عن الزراعه، يا رب تفهموا. كل الحصه هيك بدنا نعمل ورجلي يرجعوني وايدي كمان. خليها دايما تجعك وارفع ايدك يلا خلينا نشرح الدرس. ان الزراعه تعد من اهم المصادر على كوكب الأرض. ما هي أهمية الزراعة؟ يلا. إيدي يا رجلي الحمد لله إني وقعت على الكنبة في الوقت المناسب. عمرو ابني ما يخيب ظني، أنا عارف حجيب الأول على المدرسة بإذن الله. جود شو مروح يا بابا؟ والله يا بابا أنا هسه تو مروح، حاسس إنه إيدي بتجعني ومش ورجلي مش قادرة. يا ساتر يا رب مالك يا جود؟ إيش في؟ من ايش بدك مجعلك يا بابا ورجليك وهذا ايش مالك؟ هاد المز يا بابا وقفتنا على رجلينا وعيدينا وخلتنا نرفع عليها عشان ما بناخدش خصوصا عندها. ايش بتحكي يا جوز قاعد انت؟ مش مستوعب كلامك انت، مركز ايش بتحكي؟ ايش دخل الدروس الخصوصي وانها توقفكم ورافعين ايديكم طول الحصه؟ اكيد في سبب غير هيك يا جود. هو يا بابا ما بنفهمش منها وكمان عشان ما بناخدش دروس خصوصي وانا زهقت الامتحان عشان هيك. ايوه عشان هيك عقبتكم، عشانكم انتوا سقطتوا في الامتحان ورسبتوا في الامتحان. يا بابا مش عشان ها عشان ايش؟ عشان وقفتنا خليها تدفعكم المس فريده. هي ما كانتش بدها تعاقبنا بس عشان عرفت ان احنا بندرس عن مس فريده عشان هيك ما رضيتش تطلعنا برا وطلعتنا برا ونزلتنا تاني وخلتنا طول الحصه رافعين ايدينا. ماشي انا راح اتصرف ان شاء الله. خد شنطتك وروح خش من جوا ارتاح. يلا. لا حول ولا قوة الا بالله، بعدين مع قصص الخصوص ومشاكل الخصوص هذا. أصلاً هذا كله خارج المادة تبعتنا بتحطنا يا بالامتحان. على فكرة جنة أنا نقول ده بابا يوطينا على عندها وينقول لنا عندها عشان ما تضلهاش تضربنا زي هيك. ما فهمش ولا أنا أضرب أحسن. هاي. يلا مين حالي الواجب؟ اللي مش حالي الواجب يطلع لي برا على اللوحة بسرعة. حكيت اللي مش حالي الواجب يطلع لي برا. ولا كلكم حلين ما شاء الله عليكم. ولا المس فريدة بتحل لكم الواجب كمان اللي بتاخدوا لي عندها دروس خصوصي. محدش جايب معاه واجبه؟ وشو كنتوا بتساووا في الدار؟ وشو الدرس اللي درسناه امبارح؟ ولا المس فريده كمان ما درستكوش درس الزراعه اللي درستكم اياه امبارح؟ كاني بدرس ايش؟ لحيطان انا قاعده. والله كنا يا مس انه حلينا الواجب بس حكوا اليوم انه في ترفيه وما فيش مدرسه. عشان هيك يا مس ما جبناش الواجب والشنطه. حكوا لكم اليوم ترفيه، شاطرين انتوا كتير. يلا كل واحد يفتح ايده بسرعه عشان تاني مره تتعلموا تحلوا الواجب حتى لو كان في يوم ترفيه، بس بدكم تريحوا حالكم. ارفع لي ايدك كده يلا. يلا بسرعه بدون ما تصوت.
بديش اسمع صوت. يلا مد ايدك كده انت. والله ما كتبته بس سبته بالدار نسيته. ايش نسيت تاخذ مصروفك؟ نسيت تروح تاخذ درس خصوصا عند المس فريده؟ يلا مكانك بسرعه، ما تنساش تاني مره. وانت افتحي ايدك يلا يلا هاتي بسرعه. اذا كتبت يلا مكانك بسرعه. يلا افتحي ايدك يا جنى هاتي. استنى ما تشديش حقتك ايدك، تاني مره بتحلي الواجب وتجيبي الدفتر. يا ماما افتحي. استنى يا ماما والله بتجعل. ارفع ايدك هذه بسرعه. وانت الثاني هات ايدك، ابوك جابك على المدرسه بغصب عنك، هات ايدك. حكيت انا ما فهمش، انا افتح لي ايدك يلا. اه يا ايدي. ايش في كمان يا سيد جود جاي اليوم بتعيط وايدك وايدك واخ يا ايدي. اه مشات. ايش الدعوه كمان اليوم خطتك المس على ايدكم؟ اه بدنا قلنا يا بابا عشان يعني اليوم كان يوم ترفيه والمدير حكى ما تجيبوش معاكم الشنات وهي عارفه وحكت لكم وين الواجب وعارفه انه فيش اليوم مش واجب. اه ايوه الموضوع بصراحه يحتاج انه الواحد يتدخل فيه. حلينا الواجب كمان يعني كانت بعد برضه حلينا الواجب يعني. اه انا لازم الاقي حل للموضوع هذا واحط حد للمس هذه انه ما بعدك ما تعاقبكوش عشان بتاخدوش عندها خصوصي تعمل فيكم هيك. ماشي شو اسمها المس هي؟ شو اسمها؟ مس سلوى يا بابا. انا لازم اروح على التربيه والتعليم وحل الموضوع واشكي هالمس سلوى هذه. ماشي خلص خش نام هلقيتها وان شاء الله خلال اليومين هذول راح احل الموضوع انا. ماشي يا بابا. اما انا بس تحل الموضوع هي بتدرسني عندها خصوصي وخلص. سكروا الباب وتعالوا ورايا. حاضر ابو سالم. شو هذا اللي في ايديكم؟ مالكم مالكم يا ولاد؟ وحده الله وحده الله. ايش في مالكم؟ لسك ماسكين العصي مالكم؟ ايش قلت لكم انا؟ ايش في ناس بدولك تعاقبنا انا عشان ما بناخدش درس خصوصي عندك؟ لا اليوم راح ننتقم. خلاص خلاص يا ولاد بديش تدرس درس خصوصي. وكمان المس هذا شكلها بتصوت وبتكسبونه، مش عارفه شكلها انهبلت المس هذه. قلت الدروس الخصوصي؟ والله عن جد المس تهبلت عشان ما بندرسش عندنا خصوصي، والله انهبلت المس راحت العصا. ايش في ايش في مالكم يا اولاد؟ خلاص تضحكوا كده، شكله خفيت عيني واجاني كابوس. خلاص بعدك انا مش حاطه دروس خصوصيه وكل واحد ياخذ درس وين ما كان وين ما بده. ماشي؟ خلينا نكمل درس اليوم يلا.